بس يعني واحد زي يحيى شاكر ده ممكن نقف قصاده ازاي؟ ده راجل واصل وقادر واحلامه اوامر، ولما يحط حاجه في دماغه هيعملها، يعني هيعملها. مين فينا يقدر يقف قصاد قوه زي دي؟ فلوس، نفوذ، سيطره. يعني اللي مش عايز يبيع يعمل ايه يا كابتن نون؟ اعتقد يراجع نفسه، يفكر هل يبيع دلوقتي ويطلع مستفيد، ولا ينفذوا برضه اللي في دماغهم ويطلع من مول بلا حمص. يعني ايه؟ هيخرجونا من بيوتنا بالعافيه؟ محدش يقدر يفهمي بيه، محدش يقدر. بس كل حاجه وليها طريقه، ودول قادرين. قادرين؟ حضرتك بتهددنا ولا بتخوفنا؟ لا يا فندم، انا بتكلم في المصلحه العامه. طيب يا فندم اسمح لي. اتفضل. اللي عايز يبيع هو حر، محدش يقدر يمنعه. واللي مش عايز يبيع برضه حر، ومحدش يقدر يجبره. لا الأستاذ اللي بيتكلم عليه الكابتن ولا أي حد تاني. أهلاً وسهلاً. عايزين يعملوا مولات، يعملوا أبراج، إن شاء الله يعملوا بحيرات حتى. بس ما يحققوش أحلامهم على حسابنا. هم عارضين كام في المتر؟ مبلغ مش قليل خالص على فكرة. بالعكس، ده أعلى من سعر السوق وبحبة حلوين. المتر بكام؟ والشبر بكام؟ والبني ادم بكام؟ نعم، عايزه ايه يا فندم؟ انت بس على فكره قلت كلام حلو قوي. فعلا؟ أيوة. ولا حاجه نافعه، كله زي قلته. لا لا لا، مش حقيقي، مش حقيقي خالص. بالعكس، انت كل كلمه قلتها اثرت فيهم حتى لو مش هيطبقوها كلها. امال انا مش طايق اروح ليه ولا طايق المكان باللي فيه؟ طب يعني امشي. لا يا فندم، انا اسف، انا ما اقصدش حضرتك والله. لا يعني ممكن امشي والله. فندم اسف. العفو. مساء الخير. هستاذن انا بقى علشان ورايا مواعيد. بالمناسبه بحييك يا استاذ مختار على موقفك وعلى كلمتك النهارده. رفعت معنوياتنا كتير. شفت بقى؟ أنا قلت لك. على فكرة أستاذ ياض هيبقى المحامي بتاعي. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بيك. مختار أبو المجد. طبعاً طبعاً يا فندم. استمر وكلنا معاك. هتيجي معايا عشان أوصلك؟ يعني لا، أحسن شوية. أنا يعني حبيبة لسه كده قدامها شوية في المدرسة. طيب أوكي، براحتك. يلا بعد إذنك. سلام عليكم. أنا قلت يعني أصل أنا مخنوقة أنا كمان زيك. فقلت يعني مش عايزة أسيبك لوحدك. أنا ما عنديش مشكلة أبقى لوحدي خالص، أنا عندي مشكلة في حاجة تانية. طب أنا هسيبك لوحدك. مدام مي، مدام مي. كنتش عايزة أتعبك. عشان بوصل حضرتك؟ لا، أنا طبيعي لما أتخنق أقعد أتمشى في شوارع المعادي. تتمشي؟ ماشي، أتمشى. ساكن من زمان في المعادي؟ أنا مولود في المعادي. تربيت وكبرت وتخرجت واتجوزت وخلفت عيال الستة في البيت اللي شفتيه ده. دلوقتي جايين عايزين يودوه على الجاهز.